قام وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، حيث قام من خلالها بتوزيع 2000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 600 مسكن إيجاري عمومي و520 سكن عدل، بالإضافة إلى أكثر من 500 سكن ترقوي عمومي و240 سكنا ترقويا مدعما. المزيد في ميكروفون ياسين رشي. نقوم على بركة الله بتسليم ما يفوق 2000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ لفائدة مواطني ولاية وهران وأفراد الجيش الوطني الشعبي البواسل القاطنين بوهران وبولايات تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، عين تموشن، غليزان، معسكر، تيار، تيسمسيت والبيض، كل على مستوى ولاية إقامته، منها 600 سكن إيجاري عمومي، 520 سكن عدل، 501 سكن ترقاوي عمومي، 240 سكن ترقاوي مدعم، و100 إعانة للسكن الريفي.